استشهد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ومنزلا آخر بمخيم النصيرات وسط القطاع. أفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني ومنقذون أن طائرات الاحتلال الحربية قد استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة آخرين. وقد تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 شخصا وإصابة 86,032 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.